طيب أعزائي، أنا وسهلا بكم في هذا اليوم الجميل والرائع. عندنا مناظرة مع الأخ أبو شومة. فرحان جدا أن الأخ قبل المناظرة. عنوان مناظرة: من منا يعبد الإله الحقيقي؟ الأخ سني من السنة والجماعة، وأنا مسيحي أتمسك فقط بما يقوله الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. بماذا نبدأ؟ نبدأ أولا بالكلام عن إله الأخ أبو شومة. يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السؤال: أين نجد الذكر؟ هل الذكر هو القرآن حسب رواية ورش أو حسب رواية حفص؟ تقول لي: نفس القرآن. لا، مو نفس القرآن. طيب أخونا، نعطينا مثال. أكيد سورة كان اسمها السورة السابعة، ثانية، السورة السابعة، سورة الأعراف، نقرأ فيها: وهو الذي يرسل الرياح بشرا، بالباء في القرآن حسب رواية حفص. في القرآن حسب رواية ورش يقول: وهو الذي يرسل الرياح نشرا. ما افتهمنا، هو بشرا لو نشرا؟ أين القرآن؟ واحد. اثنين، يقول القرآن إن قرأناه فاتبع قرآنه. الرسول اتبع قرآنه؟ ما نعرف. هل الرسول ايش نطق بشرا لو نشرا؟ ما حد يعرف. اثنين، أم المؤمنين عائشة تقول في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5، فتوفي الرسول وهن فيما يقرأ من القرآن. أين آية الرضا الآن؟ ما حد يعرف. هناك حديث صحيح يقول: أكلها داجن. القرآن أكله داجن. شيء آخر، صحيح البخاري 4944 يقول الآتي: الرسول عندما كان ينطق بسورة الليل كان يقول: والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. عجيب. الآن نفتح القرآن سورة الليل نقرأ: وما خلق الذكر والأنثى. فماذا نفعل؟ سؤال جدا مهم. ماذا نفعل؟ قرآن محرف. إذن هذا أكبر دليل أن كاتب القرآن يكذب علينا وأن القرآن غير محفوظ. يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. راح ننطيك اختلاف واحد فقط. ما الذي خلق إلهك أولا، السماء ثم الأرض أم الأرض ثم السماء؟ عندنا آية تقول الأرض ثم السماء، وعندنا آية تقول السماء ثم الأرض. الآن ننتقل إلى كلام إلهك عن الرسول. قال إلهك عن الرسول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عندما نتبع ما كان يفعل الرسول، كان يسب الناس ويشتمهم ويلعنهم ويجلدهم ظلما، كما نقرأ في صحيح مسلم: باب من سبه النبي ولعنه ودعا عليه وهو ليس أهلا لذلك. نرى أن الرسول في نفس الباب دعا على اليتيمة وجعلها تبكي، مع العلم أن القرآن قال الرسول: وأما اليتيم فلا تقهر. الظاهر الرسول لا يحترم إله القرآن بطريقة قوية، يسمع كلامه ولا يطيع. قاله: وأما اليتيم يا رسول لا تقهر. ليس ذلك فقط، فليس الرسول فقط يطعن بالقرآن أو بإله القرآن، إله القرآن أيضا يطعن بالرسول. طيب كيف؟ إله القرآن يقول: والله يعصمك من الناس. الله ماذا يعصمك من الناس؟ نرى ماذا نرى؟ نرى أن الرسول كان مسحورا. في حديث صحيح أن الرسول مسحور مطبوب. طيب ماذا كان تأثير السحر على الرسول؟ كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهم. موضوع جدا قوي. رجل يهودي سحر الرسول، مع العلم أن القرآن يقول: والله يعصمك من الناس. أدلة جدا رهيبة توضح لنا أن العقيدة الإسلامية باطلة، وأن الرسول يطعن بالقرآن والقرآن يطعن بالرسول. هذا نجده يعني بكميات رهيبة جدا، أن إله القرآن يكذب علينا ويقول أشياء ليست صحيحة. فنتمنى من الشيخ الخبير أبو شومة أن يجيب على هذه الأشياء حتى نرى من منا يعبد الإله الحقيقي ومن منا يعبد صنم.